بالنسبة لمادة علوم الطبيعة والحياة ترانا متأخرين مقارنة بالمواد الأخرى، ما زال لحد الآن رانا في التصحيح الأول. السبب هو قلة عدد الأساتذة المصححين. اللجنة راهي تقسم تقريبا بين أستاذين فقط أو لجنة واحدة لأستاذ واحد. يعني شيء آخر هو عدد الصفحات في الورقة الواحدة، اللي صفحات الإجابة طبعا الورقة الواحدة للتلميذ. مثلا البارحة صححت ورقة تحتوي على 19 صفحة بالنسبة لتلميذ واحد. يعني في المادة تاعنا فيها بزاف تعب وتطلب جهد ووقت باش نكملوا التصحيح الاول، باسكو الاوراق تاع التلاميذ على حسب الماده بيان سور، معامل سته والامتحان فيه 4 سوايع ونص وكاين التمارين، دونك الماده تاعنا تطلب وقت اطول في التصحيح، وقت كبير في التصحيح. دونك كاين اليوم راح يكملوا اليوم باش يكملوا التصحيح الاول باش نبداو التصحيح الثاني.